فدوبي كحجين ككوات يقول الله شعبك برلمان كجمهورية فدرال كصوماليا رئيس الوزراء كحجين كأنا كسمها رئيس الوزراء وزيرة يوحي لبانا دا لابد قدومية هرشاب الله يو قلمدك وزيرة يوحي لبانا دا يو لغانكا سراكيش عيدة مدى قلب كسيدي هل كان فردية كوحاها فنانين تو عاوة رنتي هل كان فكر كوضا عيقو هيسا كسو قدبي نمانتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان ربا وحان كوهر مريا شرف وين ايطا عاوة هل كان إن برلمان كي سوماليا دو فرديو غارهان غلاها شعبكا وحاكالو شرف إياه إني هل كان فرديان حلوانة دي ديگان كان كسو جيدي ورنتي هرمود واها سيدي ووهي للا قبل كبنادر مثلا دي سيدابتا وهادانا اتاقن إن مقام كي مغالا دو مقدشو وميل مرو وحان ربا عاو صور كهل كان كبحي وحان لاي حلوانا دا شرفتا لي مغالا مدح دا جمهورية دا فدرال كصوماليا عاو وحي الله اللي سي بارلمان كا مغالا مدح دا جمهورية دا فدرال كصوماليا عاو وحي الله دا شي شعب كصوماليا من والبو عالم كي كجوغان مقالة مدحة جمهورية فدرال كصوماليا عاو وحي الله هذا الشيء دمان مسؤولين تصوماليا وحي الله هذا الشيء دمان سياسيين تكالي مسؤولين توحان كبالا كوات حلقايا سيدا الله سعطان بريهان مركا في رسان انت هاد ليسي لو غديكو هاد ليين iyo sida loo fasiray labay kala ahayn ma jirin qofna qofka hor yimid in gobolka banaadir mathalad uu helo laakiin luqada lagu kala duwanaa waxa dib ugu noqotaan xilli waxaan soo marnay qofka markuu wax raadsanayo qori uu ku raadsado qori caaridi uu ku qaato maanta waxaan maraynaa إن قفك الصومالي قال ويرادو قبل كبنادر حقوق دي سهلا سيو لكن شرع قال لومرو طاوع الرواء واسبدل أي سميين شعب كا جمهورية الفيدرال كصوماليا مدح الصوماليا يا الرواء إن يترجمان لنا صحة كليا وحكومي جيستي شرع أنا وافي جسد قف لسو استاكتي قبل كبنادر حقوق مراح مجرته وعنا من سنة برامان كصوماليات إنا يدين عاسو ترجمان اللو ترجمين قف إنو ديدي حقوق دا قبل كبنادر وحاكلو أغاتان قف البو مواطن صوماليات حقو أليهي إنو كهدلو مقالة دا مقدشو أما قبل كبنادر قبل كبنادر وحو نصيب ويا شيئين وهرو مقال لما دحدا جمهورية الفدرال كصوماليا قف كستو صوماليا مقال لما دحدا يسيوا هل كان قبل كبنادر ايا فرصة وهلي تا ايا مواطن كصوماليا لا هيسا اما كو قصب يسا ينو فكر كيسي وكديبت إلا نوا مقال لما دحدا يسيه hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa xildhibaanada kasoo jeeda deegaanka iyo xildhibaanada kale ee baarlamaanka guud ahaan gudoonka baarlamaanka wuxuu diyaar u yahay mar walba inuu idin garab istaago hortiinana uu socdo inta laga dhameystirayo maqaamka gobolka banaadir waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka banaadir oo caawa runtii munaasabadan ugu talagalay baarlamaanka soomaaliya inuu ugu mahadceliyo waa
arrin runtii aad looga farxo waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga ilaah waxaan ka baryaynaa in siyaasiyiintaanada dhinac fiican ilaah wax ka tuso oo mar walba negatifka uusan ka tusin aad iyo aad u mahadsantiin